مختلف، How كلنا long does it متفقين take انه to jump الحياة out of مدرسة water وكل at يوم the bottom? تعلم شيء جديد. Too long unless you know the لو تفضي science اني is ماي بقلب simple. كباية بدك شوية Start with a وقت، bottle of بس water في and شيء this بالساينس time put بالعلم your بالعلوم upside down, في put your سر hidden top وطريقة into the whole بتخط thing فيها upside القنينة down. وبتسدها من Now, تحت بترجع بتفلتها spin the وبتشوف bottle كيف like تنزل this. فيها المي You're gonna بسرعة create a أسرع من لما vortex تنزلها inside. بالطريقة العادية Look at اللي that. That عاملها من شوي. vortex creates تنزل this المي slow بسرعتها area where the الطبيعية. air can come up, the water كل can come شيء down. بهالحياة له سر، Bam! الضوء A third of the والصوت time. هني أسرع شغلتين بالحياة. حتى المي إلها طريقتها تنزل على مهلها وإلها طريقتها كيف تعمل لها الإكويشن تنزلها بطريقة سريعة بالفيزيكس. Then you add the toys and كل put شيء into بهالحياة، يعني them. كل يوم من Kid, فيق نحن now نفتح there's عيوننا just a على little bit الدنيا of oil لازم نقول in الحمد its لله land. يا رب So هالنعمة watch اللي what happens to عايشين the whole فيها thing upside down. وعم Spin like عم this. نستكشف Now وعم you نتعلم get أشياء جديدة يوم على يوم، tornado. وفي كتير أشياء ما بنعرفها.